العراق كما تعلمون منذ الاحتلال الأمريكي إلى اليوم، وسيطرت إيران بميليشياتها الإرهابية على العراق، على مفاصل الدولة في العراق، ما فتئت كل يوم تخرج لنا من عباءتها وما تحتويه من فتن ومصائب تصدرها إلى المشهد، لأنها لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه المصائب. واليوم هم جاءوا بهذه الأفكار الشيطانية، وخاصة عندما تقرب الانتخابات. في كل دورة انتخابية نحن نسمع أن هناك تهييجا جديدا لهذه الأحزاب الميليشياوية الإرهابية التابعة لإيران، تحاول أن تهيج الوضع في العراق. اليوم عندها أشياء جديدة، وهي أنها يعني قالت بأنه يجب عليها أن تطهر بغداد من تمثال أو مكان أبي جعفر المنصور، وهو باني بغداد طبعا رحمه الله تعالى. وكذلك الدعوة الأخرى الإجرامية هي محاولة الاعتداء على مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه الدعوات لم تكن وليدة اليوم كما قلت، وإنما هي موجودة في كتب القوم يتوارثونها جيلا بعد جيل. والشيرازية، وهم جماعة من الشيعة يتبعون المرجع الشيعي صادق الشيرازي، هذا الإيراني الذي له كما المتابع يعلم له الفتاوى الإرهابية التكفيرية الكثيرة في نشر الفتن ونشر القتال ونشر الدم في داخل البلدان العربية والإسلامية، وخاصة في العراق له أتباع. هو من توجه له هذه التهمة بأن أتباعه هم الذين يهيجون هذا الوضع. والحقيقة هو نحن نعرف أن هذه الدعوة لم تكن يعني فردية من أتباع الشيرازي.